لما وزير الداخلية يقول 50% من شبابنا يتعاطون مخدرات، نعم. وذا كل يوم محافظ الديوانية يقول 40% من شباب الديوانية يتعاطون مخدر، معقولة هالقد عندنا تعاطي مخدرات؟ سيد الوزير كان يقصد 50% من اللي تم يعني ضبطهم كمتعاطين ورجعوا ثاني مرة في عملية التعاطي بعد يعني عملية التأهيل وعادة الدمج المجتمعي أو عادة التأهيل للخلاص يعني من هذا الموضوع من عدد المقبوض عليهم العام. نعم نعم خلينا نعم نقول القيت نعم القبض على نعم ألف واحد نعم إنه 500 رجعوا نعم اللي عملية التعاطي هذا هذا المقصود يعني مو كل شبابنا 50% حسبتوا عدد الشباب العراقي لا لا طبعا إذا طلعوا مثلا عندنا من الشباب 10 ملايين يعني 5 ملايين يشربون مخدرات مثلا هذا القصد كان بهذا الاتجاه مو هذا كان يراد التوضيح طبعا نعم هذا حتى تكون واضحة الصورة ايضا يعني احد الاخوه المحافظين يمكن يتكلم قال انه بعض المحافظات حتى المحافظات انه نسبه التعاطي فيها 40% بين الشباب ايضا لا لا الديوانيه لا يعني هذا لا الديوانيه يعني هذا مو صحيح هذا صحيح لو غلط انت وزاره الداخليه وعندكم شو اسمه لا مو صحيح يعني جت المعلومه انا سخل اعطيك انا حطيك يعني احنا ما ننكر اكو مشكله اسمها المخدرات هذا هذا واقع حال والمخدرات في عمل ابدا عنها. ما مسكوت عنها ابدا يعني احنا انا راح اسال اعطيني الاحصائيات حتى الناس الاحصائيات يعني كمتابعه لوزاره الداخليه واهميه كبرى وحتى الاجتماع الاخير اللي طبعا كان قانون المخدرات الجديد نوعا ما مكبل لضباط المخدرات باعتبار انه هناك ارتباط فني واداري هاي النقطه كلش مهمه يعني اداريا هو مرتبط بمديريه المخدرات مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه زي. ولكن فنيا يرتبط بقيادات الشرطه القرار الاخير لسيد وزير الداخليه فك اللثام عن هذا الموضوع صار فنيا واداريا يعني نوعا ما القضيه العمليه انطلقت بشكل صحيح بالنسبه لمدير عام المؤثرات العقليه والمخدرات وايضا للضباط الموجودين سواء في بغداد والمحافظات ولا حتشوف النتائج ان شاء الله بهذا الاتجاه